طلعنا على القطار، القطار مثال على موبايل روبوت بسيط طبعا، له 1 ديجري اوف فريدم لانه هو ماشي على تراك مستقيم، فهو كل اللي مطلوب او كل اللي بحق حدد مكانه، ما فيش عنده اورينتيشن ولا اي شيء، هو بيتحرك على تراك مستقيم. وفي عنده عدد واحد اكشويتر، واحد عمليا الاكشويتر بيمشي الى الامام وبيرجع للخلف. هل هو فولي اكشويتد؟ بكون فولي اكشويتد اذا نمبر اوف اكشويترز بيساوي نمبر اوف ديجريز اوف فريدم في هاي الحاله، هذا صحيح. هلا احنا ما بنقدر نعمل كل جهاز او كل روبوت يكون فولي اكتويتد. اذا كنا طبعا في بلين عدد هذا طبعا خط. اذا صرنا في بلين شو صار عندي ديجريز اوف فريدم؟ 3. ليش؟ اكس واي والاورينتيشن. اذا صرنا في 3 دايمنشنال سبيس راح يصير عندي اكس واي وزد البوزيشن واكس وثيتا اكس وثيتا واي وثيتا زد، فهون عندي عدد ديجريز اوف فريدم للهليكوبتر فيكست وينج اير كرافت. والثرستر، الثرستر اللي هي زي المركبه الفضائيه. لو عندي مركبة فضائية أو سبيس فيكل فيها ثرسترز، الثرسترز بتطلع غاز باتجاهات مختلفة، فبتقدر إنه تدفع نفس هالمركبة هاي. أظن هذا مثال على الساتلايت، الساتلايت اللي الأوربت حتى تصحح المسار تبعها يكون فيها كمية معينة من الغاز، بعرفش إيش بصير لما ينفذ الغاز، بس بإمكانها إنها فيها 3 degrees of freedom أو 6 degrees of freedom كانت تتحرك بالاتجاهات المختلفة بحيث إنها تغير الأورينتيشن تبعتها. هون عندي 6 degrees of freedom في السبيس، عندها 6 actuators فهي fully actuated. لكن مثلا السياره مش فولي اكتويتد، ولذلك احنا لما نطلع على السياره انا في اشياء معينه ما بقدر اعملها ان وان ستيب. اذا كاني مش فولي اكتويتد ما بقدر انتقل من مكان لمكان بخطوه واحده، مزبوط؟ لو عندك سياره اتجاهها بهذا الشكل هل تقدر تنتقل بالسياره هيك؟ بس تقدر تنتقل فيها بعدد من الخطوات، مزبوط؟ اذا عندي سياره بهذا الاتجاه بدي أنقلها لهاي النقطة، بإمكاني أعمل إشي زي هيك، مظبوط؟ أقدر أعمل بهذا الشكل. فلما يكون إشي under actuated معناها في restriction على الطريقة اللي بده ينتقل فيها من مكان لمكان، لكن ممكن تأخذ عدد من الخطوات حتى ينتقل من هذا المكان لهذا المكان. فبتلاحظوا هون مثلا حتى الأشياء اللي إحنا بنستعملها ومنتشرة جدا هي under actuated زي الهوفر كرافت. هلا بنشوف صورة الهوفر كرافت هليكوبتر والفينكس fixed wing aircraft. اندر اكتويتد لانه عدد الاكتويترز اللي موجوده فيها اقل من عدد الديجريز اوف فريدم، فما بقدر يتحرك بخط مستقيم، ما بقدر يتحرك عفوا مباشره بين النقطه الاولى والنقطه الثانيه. خلينا نطلع على مثال على الهوفر كرافت. عندي هون 2 اكتويترز، طبعا اذا بغير بقدر اغير سرعه واحد مع سرعه الثاني بقدر اني الف، مش هيك؟ بنتحرك. هلا من كلمه هوفرنج هي الصحيح بتكون ات هوفرز ابوف ذا ووتر، فمن ناحيه حقيقيه اذا دققنا فيها هي ما بتكون ملامسه للمي، لما تبدا تتحرك رح ترتفع ارتفاع بسيط، عن رح يكون في زي مخده هوائيه بين الهوفر كرافت وبين المي. هذول بيستعملوهم كثير في التنقل السريع، النقل السريع بالموانئ والبحار، اسرع تكون اسرع مثلا زي خفر السواحل، ولا ممكن يستخدموا اشياء زي الهوفر كرافت تكون تطفو او تطلع شويه صغيره، في زي مخده هوائيه بتكون بينها وبين هاي. عندي هون اكتويترز بس عندي 3 ديجريز اوف فريدم اكس واي والاورينتيشن. هلا اذا طلعنا هون رجعنا بنشوف في عندي عدد من الديجريز اوف فريدم مثلا او عدد الاكتويترز. مثلا عندنا الهليكوبتر، الهليكوبتر عندي 4 ديجريز اوف 4 اكتويترز، ونستفيد من الجاذبيه، لولا الجاذبيه موجوده في حركات معينه ما بتقدر تستطيع انها تعملها الهليكوبتر. الاربع ديجريز اوف فريدم ايش هم؟ الاربع اكتويترز، اسف، ايش الاربع اكتويترز او ايش الاشياء الاربعه اللي متوفره للهليكوبتر؟ سرعه دوران او دوران الروتر الرئيسي، دوران الروتر الخلفي. هلا كمان بامكاننا نغير البيتش تبع البليدز، اوكي؟ هذا بنسميه كولكتيف بيتش، لكن كمان في شيء اسمه سايكليك بيتش. خلينا نشوف هذا الفيديو. Is a time of
هاي واضح عندي هون الاكتويتر، هون في الاكتويتر الرئيسي هون. انا نفس البليدز اذا غيرتهم، ايش ميزه تغيير البليدز؟ البيتش تبع البليدز اول شيء هاي تغيير البيتش تبع البليد بسمح لي اجيب لفت اكثر على نفس السرعه. فلو انا بلف على سرعه معينه بعطيني لفت بس هذا اللفت كان على نفس السرعه اعمل البليدز، اعملهم اميل البليدز من هون. اميل البليدز بتغير الانجل اوف اتاك، لما تغير الانجل اوف اتاك بتغير اللفت كوفيشنت على نفس السرعه. تمام، على نفس السرعه بالضبط. لكن في عندنا كمان شيء اسمه سايكليك بيتش. البليد نفسه الرئيسي هو بلف بصير كل دوره يتحرك بهذا الشكل. هلا بتشوفوه اوضح من هون، في شيء اسمه سواش بليد. By the main rotor. The cockpit with control inputs and displays can be found in the front part. As the main rotor is the most complex component, let's talk about it first. Four control rods are connected to the lower part of the swash plate. The upper part of the swash. And هون إذا بدنا نغير البيتش تبع البليدز، نغير هذا الاكتويتر، فالاكتويتر بغير هذا البيتش، بغير هذاك البيتش بنفس الطريقه. هذه اسمها كولكتيف بيتش. كولكتيف بيتش يعني هو نفس البيتش بنغيره لهاي البليد وهاي البليد اللي موجوده هون، بضل ثابت على هاي خلال فتره ما هاي السواش بليد. السواش بليد هي اللي بتغير هذا البيتش. Swash plate is linked to the rotor blades through other control rods. The rotor hub or the mast is connected to the upper swash plate by. هاي واضح الرد هاي تطلع وتنزل لما تطلع هاي البليد، فبتغير البيتش تبع الدرايف. That way, the swash plate moves with the rotor hub. The lower part of the swash plate, however, is fixed. The lower part can be adjusted by the pilot through two different control systems. First, the pilot can collectively adjust the angle or pitch of the rotor blades by vertically raising or. رفع هاي البليد أو نزلها. يغير البيتش تبع البليدز الاثنين بنفس القيمة. Lowering the swash plate. This way, the pilot changes the pitch of the rotor blades in order to generate more or less lift, so that the helicopter. بصير عندي lift أكثر على نفس السرعة، على نفس سرعة الدوران. Moves up or down. However, the rotor blades may also be adjusted cyclically. To do that, all the pilot has to do is tilt the swash plate. هون اللي عمله في البليد غيرها، غير البليد نفسه. فصارت البليد وهي بتلف عند نقطة معينة في جهة في لها بليد في لها بيتش، وفي الجهة الثانية في لها بيتش مختلف. فبتبدا الطيارة تتحرك بهذا الشكل. ايش هاي كانت الانجل؟ انا بضل انساهم، لازم اذكر نفسي. من الصورة بيتشينج قصدك على الصورة أول شيء؟ البيتش هيك مش مظبوط؟ يو هيك الرول، هاي بتغير الرول تبعت الزاوية. بصير كل سايكل عمال هاي بتتغير. فهي كأنها ضافت اكتويتر اضافي للسيستم فسمحت اني اغير الرول. We see the movement of the swash plate and the rotor blade. As a result, each rotor blade has the same angle at a specific position. انا بعرف اذا هاي لسه كلها مانيوالي من هون، بس هم حاطين انه البيدلز اللي هم كانوا يتحكم فيهم في السواش بليت هاي، بتوقع يمكن هذا صار اوتوميتد. موجود دكتور، موجوده لسه البيدلز هذول موجوده. موجود.
بتطلع على الطيارة الفيكست وينج. نعم تفضل. شو زاوية اللي يكون عندك رقم للليفت؟ هلا هو المشكلة أظن أنت بدك تصير توازن ما بين الليفت والدرايف مظبوط؟ طبعا. تفضل. بيعتمد على الفلايت انفلوب لكل طيارة بيختلف. هلا الليفت كنترول بيكون عندك كوفيشنت وصل لحد معين بعدين الطيارة بتعمل ستول بيصير زي ساتوريشن بتزل لتحت. اوكي. وهذا الحكي بيعتمد على حسب تصميم الجناح نفسه. أنا الحقيقة السؤال الصحيح إني ما بعرف من الأول. يعني هذا بصير تخصص الايروفويلز اللي بصمموا ايروفويلز، واظن جماعه الميكانيك لما بصمم في تصميم معين بقدر اجيبه للايروفويل بحيث انه يجيب اعلى ليفت باقل دراج وهيك. ما بعرف بالضبط يعني ايش الزاويه هاي، شو الحدود على الزاويه هاي، وين بدها توصل في النهايه؟ 60 45 45. ما بعرف. اذا هاي هون صار عندي الاربعه اللي هم كانت البليد الرئيسي، سرعه البليد الرئيسيه وحركتها، الكولكتيف بيتش والسايكليك بيتش، والخلفية الروتر الخلفية. الجرافيتي نفسها كأنها تعتبر اكتويتر بالحالة. هلا بالنسبة للفيكست وينج ايركرافت كمان عندي أربعة. إيش هم الأربعة؟ طلع هون نطلع هون في عندنا طبعاً الرئيسي عندي المحركات نفسها أو البروبيلر، سواء كان هون أو كان محركين هون عم بعطوني الحركة بهذا الاتجاه. هلا في عندنا هذا اللي هون الأكتويتر اللي هون راح يعطيني، أظن هذا كمان بقدر أتحكم فيه بالرول. في عندي بيكون واحد هون موجود واحد عم موجود على الجهة الثانية، أيلرون يمكن هيك لفظه، الرادر اللي هي الدفة الخلفية، والإليفيتر الخلفية كمان هون بتعطينا. هل بعرفش إذا كان هذا نفسه في كل الطائرات، بس هي عندي هون أربع أكتويترز. هي أكتويتر 2 3 4 بدور مفروض. طبعا الجاذبية كمان بتعطينا إكسترا أكتويتر، فبصير عندنا 5 أكتويترز بالحالة. هلا بالنسبة للثرستر AUV، لو عندي 6 ثرسترز على، لو فرض فكرت فيه كأنه مكعب، أنا عندي هون ثرستر، هون بيكون عندنا ثرستر وعندنا 3 تانية من الجهة التانية. على حسب قانون نيوتن الثاني لكل، مش نيوتن الثاني هو الثالث مش هيك، لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه. حتى هاي سبيس فيكل إذا كانها في سبيس ما فيش عندي، بقدرش أحط البروبيلر مظبوط. ليش؟ مش عندي هواء. فحتى تقدر هاي سبيس فيكل تتحرك بهذا الاتجاه او تتحرك بهذا الاتجاه، اذا تفتح صمام هون او صمام هون، ونفس الاشي راح يكون فيه كمان صمام هون يعمل نيتنج لغاز معين. هلا ما بعرف كيف هذا الغاز بكفيها لحياته، هل هو من احد محددات حياة الساتلايت، ولا في طريقة معينة ترد تضغط هذا الغاز وتاخده، او انه الكمية قليلة لدرجة لانه ما فيش عندي فريكشن. طبعا لاحظوا هذا الموديل تبعه في ال كدايناميك سيستم هو دبل بول في الاوريجن، ولذلك هذا السيستم زي ما نفكر فيه هذا هو انستابل. اذا اعطيته بلس راح يبدا يتحرك لهذا الاتجاه، حتى اهديه لازم ارد ارجعه واثبته. بس انا لانه عندي 6 من هذول 6 ثرسترز، وانا بدي احقق اي بوزيشن واي اورينتيشن لهذا السبيس كرافت، فصار فهذا السيستم بالحاله هاي فولي اكتويتد. راح يكون عندي واحد هون واحد من الداخل، فصار بامكاني اتحرك به بالست اتجاهات المختلفه. هلا انا توقعي لانه هو بيحتاج لكميه قليله جدا كانت كافيه لهي، ما فيش عندنا فريكشن حتى القاوم. بالنسبه للسياره ايش عندنا؟ الديجريز اوف فريدم واضح انها 3 لانها على ارض منبسطه، فصار عندي اكس وواي واورينتيشن، وعندي الاكتويترز. ايش هم الاكتويترز؟ الاثنين طبعا حركه المحرك الامام والخلف، والستيرنج اللي موجود اللي هو ستيرنج بي عجل واحد. مرة طلعت شركة هوندا أظن طلعت بفكرة إنهم يعملوا ستيرينج على عجلين وفشلت، ما نجحت إنهم يعملوا العجل الأمامي والعجل الخلفي حتى يحلوا مشكلة النهاية. هلا إحنا هذا عايشين فيه مبسوطين بهذه الطريقة، لأنه إحنا معظم وقتنا ما بنعمل باركينج، في معظم الوقت عمالنا نتحرك في خط مستقيم، ولأنه معظم الوقت نتحرك في خط مستقيم سهل علينا ننتقل من مكان لمكان بسهولة، ما فيش مشكلة عادة. لما نيجي نعمل الباركينج بتصير عملية صعبة، ما بقدرش أصف سيارة في مكان فاضي مباشرة، بدي أضطر أعمل مانوفرينج وأمشي للأمام والخلف.